هاي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير يا ربي. الفيديو ديالهم كيف ما شفتوا في العنوان غادي نهضر على الاقامه من بعد كورونا شنو اللي تغير. الوغ فهاد لا فيديو هذا الا كنتو انتريسي غادي تبقاو من الاول حتى الاخر حيت صورت شي بلايص يعني اللي مشينا لهم شنو درنا وداكشي كامل. الوغ حنا ما كناش عارفين بلي كاين شي تغيير، ولكن في هاد لا فيديو غادي تعرفوا بلي راه تبدلات، يعني ما بقاش داك السيستم العادي اللي كتاخذوا الدوسي ديالكم الوراق كتمشيو للبيرو الاول اللي صيفطوكم ليه في اي بلاصه. المهم كل واحد وفين كيصيفطو، شي منطقه المهم في اسطنبول تيصيفطو كل واحد وفين. الا كنتو في اسطنبول ولا كنتو في شي مدينه واحده اخرى، كل مدينه وفين كيصيفطوهم. المهم بالنسبه لهاد الاقامات فانها في اسطنبول، الوغ يعني غادي نوريكم الاجراءات وداكشي كامل اللي كامل المهم اللي دزنا منه وفين مشينا وكلشي في هاد لا فيديو هذا. ولا كنتو انتريسي خليكم معنا حتى الاخر ديال باش تصايبوا الاقامه ديالكم بوحدكم سي بوسيبل، يعني بلا ما تحتاجوا شي حد يصايب لكم دوك الوراق. المهم كيكونوا دي زاجونس بيان سور، اللي ما قادرش انه يصايبها بوحدهم كيمشيو لاجونس، سينو يعني كاين ناس اللي كيبغيو يصايبوها بوحدهم وما عارفينش لي دوكيمون اللي غادي يحتاجوا. الوغ الدوكيمنت اللي غادي تحتاجوا من بينهم يعني تصيبوا الدوسي ديالكم من بينهم ديك لابليكيشن فورم اللي كتعمروها في الانترنت بكاع لي زانفورماسيون ديالكم كتامبريميوها ضروري. ثاني حاجه ضروري خصكم تجيبوا ديك فيرغي نوماراسي اللي هي تاكس نمبر، كتجيبوه من فيرغي دايريسي بالتركيه. غادي تسولوا اي واحد فينا هي فيرغي دايريسي اقرب وحده ليك، كتمشيو عندهم كتديو غير الباسبور وكتعطيوهم كيعطيكم ديك فيرغي نوماراسي اللي هي تاكس نمبر بالتركيه فيرغي نوماراسي. المهم فاش غادي تمشيو عندهم هما كتعطيوهم غير الباسبور كيعطيوكم واحد الورقه صغيره فيها النمره، كياخذوا كاع لي زانفورماسيون ديالكم كيعطيكم ديك النمره. داك الرقم هو اللي كتحتاجوه في كل شيء، يعني في اي حاجه بغيتو مثلا تدفعوا الاقامه ولا اي حاجه ديما كيسولكم على داك التاكس نمبر واش عندكم. هادي حاجه ثانيه، من اللي عندهم يعني ديجا الاقامه من قبل وهادي غادي غير يجددوا ولا شي حاجه، الوغ ما كيحتاجوش يديروا نفس الحاجه من مره ثانيه، يعني نفس الرقم كيعاودوا يخدموا به المره الثانيه والثالثه. وقت ما يعني بغيتوا ديروا الاقامه ديالكم كتعطيهم نفس الرقم. سو هادو هذا ثاني حاجه. ثالث حاجه هي رينتل كونتراكت اللي هو عقد الايجار، ضروري يكون عندكم عقد الايجار، كديروا له فوتوكوبي كتديوه للبلاصه فين كيديروا النوتير، ضروري ايجاليزيه النوتير وكتخلي عندكم كوبي. المهم يقدر يطلبوا لكم كوبي، يقدر تدفعوا الاوريجينال، مي في هاد لوكا هادي ممكن يدفعوا الاوريجينال حيتاش كتدفعوا باغ بوست، ماشي بحال من قبل كاين شي واحد مثلا من دوك اللي كيخدموا في البيرو كيشوفوا لكم شنو كاين وهذا، كيشوفوا الاوريجينال وكياخذوا كوبي ايغاليزي. مي دابا داك هادشي اللي بدلو، يعني يمكن تدفعوا الاوريجينال في عوض كوبي. يعني دابا قلت لكم رينت الكونتراكت. الوغ تا هيلف انشورنس، الوغ هيلف انشورنس حتى هي ضروري خاصكم صافي ممكن تدفعوا داكشي كامل، لانه انا دفعت من قبل كورونا دفعت لعندهم هما وخداو غير كوبي ديال العقد الايجار داكشي كامل. مي دابا من بعد كورونا كتجمعوا الدوسي ديالكم كامل، نتوما اللي كتصايبوه كديروا داكشي كلشي كديروه في داك الملف الخضر وكتخلصوا كتجمعوا حتى ديك الورقه ديال الخلاص باش خلصتوا داكشي كامل. من بعد كتمشيو لابوست وكتخلصوا عاوتاني في لابوست باش كتدفعوا الدوسي ديالكم. الوغ هادي اول بلاصه جينا لها فين كيخلصوا الضرائب، هذا مكتب الضرائب اللي هو سميتو فيرغي دايريسي بالتركيه. غادي تمشيو لاقرب واحد اللي قريب لكم، يعني على حساب البلاصه فين كاينين نتوما، غادي تخلصوا تما الضريبه غادي يعطيكم واحد الورقه، ديك الورقه ديك البيسي اللي خلصتو به كديروا مع الدوسي ديالكم. يعني كيف ما شفتوا هنايا كان زحام، الوغ بقينا كنساينو حتى وصلتنا النوبه خلصنا. من بعد جمعنا داك البيسي مع الوراق كاملين ودرنا في الدوسي ومشينا للبي تي تي اللي هي لابوست. كيف ما كتشوفوا حنا مشينا لهاد لابوست هادي اللي كاينه في اكساري، ولكن تقدروا تمشيو لاي بوست حداكم اي كارغو مهم بي تي تي اللي قريب لكم كتمشيو له كتعطيوهم داك الدوسي وتما صافي. يعني هما كيتكلفوا كيصيفطوا لكم الدوسي داكشي كامل وكيصيفطوا لكم من بعد للدار باللي راه توصلوا. واخيرا سالينا كل شيء، حطينا الدوسي كملنا كامل داكشي اللي خاص يدار
ودابا غادي نمشيو نتغداو، حيت مشينا الصباح بكري قضينا الغرض وكل شيء، وقت الغدا هذا غادي نمشيو لواحد ريستورون مطعم يماني كاين في اكساراي. صراحه عندهم الماكله شي حاجه ياي، كاين غير في ما عرفتش شنو الشارع بالضبط شنو سميتو، من المهم كاين في منطقه اكساراي وكاين اكثر من واحد، يعني كاين بزاف ديال لي ريستورون اللي هما يمنيين، الاكل عندهم واو. كما كتشوفوا هذه الدخله ديال المطعم، وملي كتدخلوا لداخل كيبان لكم بحال راكم كاينين يعني في اليمن، دايرين بواحد الستيل بحال راكم في الشارع ديال اليمن. هاد الجليسات هادو الصراحة واو، يعني جليسة تقليدية بالنسبة للعائلات يجلسوا مع بعضياتهم، ولا الأصدقاء مع بعضياتهم جاو يتغداو ولا كدا كيجلسوا في هاد الجلسة هادي في الأرض. وكاين حتى لي طابل، يعني كاين الطبلة اللي بغا يجلس في الطبلة، اللي بغا يجلس في ديك الجلسة جليسة فوق الأرض. أنا الصراحة كتعجبني، ولكن بيتر مكيرتاحش في الجلسة في الأرض. سي نورمال حنا خدينا هنايا دجاج بتشيكن حنين مع الرز بسماتي وصافي. المهم هذا الشيء اللي هذا هو تشيكن حنين، دجاج حنين هو هذا، في البسماتي والزبيب والدجاج بالعطريه الكامون. المهم العطريه كيطيبوا واقيلا في الفران، ما كيجيو صراحه بنين، والحمص وخبزه يمنيه. كيعطيو حتى هاد الصوص هادي ديال الطوماط كتكون شويه حاره، مي زوينه. المهم الماكلة ديالهم زوينة، خصكم تذوقوها. شو مقرب لا مقرب للدعوة، وقيلا البوليس طلقوا الغاز عاود. عفسو راك حلقيه ما قدرتك قبيلة، كنت تخنقت واحد الخنقة بحال شي وحدة غتموت والله. شو راه مقرب لا شو تمايا شحال البوليس وروينا ليه حدا الدار. ناري عسل نحسب لي صافي غادي نموت والله، تاه شي حاجه في حلقي تحبسات لحس ما كنتش عارفه شنو واقع ولا شنو كاين. او ماي جاد، ناري نايضه نايضه، واش حال ديال البوليس. او ماي جاد شوفوا دابا شحال، اصلا انكم تشوفوا البوليس كي بحال هكذا دايزين، واش ما غاديش تدخلوا وباقي راهم لي هاي فين كاين البوليس اخرين. وهادو راه مرونه مرونات بصح، عرفتو فريمون كنت كنموت بالخلع. والله بالاخص فاش حسيت بحلقي بحال كيحرقني وما نعرف شنو، واحد الاحساس بقيت كنقول يعني اي حاجه دابا كتحرقنا كنمشيو نشكو في كورونا 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 الله يستر راه تيداقتنا. بقيت كنقول اولي واش عاد يلا جاتني هكذا شي حاجه ما فهمتش، باسكو بديت كنحس بعيني كيدبلو بغاو يتسدو، وبقيت كنحس بحال النفس ما بغاش يطلع لي، وكنحس بحال غادي نطيح وانا واقفه تما، ما عرفتش واش نتمشى ولا نجري ولا ندخل لشي سيبات ناخذ الماء. عرفتو والله حتى تخنقت بزاف فريمون تخنقت، بديت كنقول النفس ما بقاش كيطلع لي، بقيت كندير ديك ديك الاحساس والله هكا كان ما صافي تسدات لي حلقي تسد. المهم دابا الوضع شويه تهدن، بان لي البوليس باقي كاينين تما، ما عرفتش واش غادي يبان لكم. اللهم كليها واقفين كتار، ولكن المهم الوضع الحمد لله بالي دابا يعني صافي. داو هذوك المهم كانوا داو شي ثلاثه البنات اللي انا شفت، مي فريمون ما باليش انا شكون اللي هزو من الجهه الاخرى، حيت كان واحد الشارع من الفيديو ديال اليوم كنت غادي نديرو غير على الاقامه، صدق فيه الاكشن وصدق فيه البوليس. So anyway الاكشن ديال اليوم سهلة والفيديو ديال اليوم سهلة، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو على ود الإقامة، الناس اللي بغاو يديروا الإقامة من تلاو لي فريسكم. نشوفكم إن شاء الله في شي فيديو واحد آخر إن شاء الله. باي باي.